نحو 3 أشهر هي ما تبقى من عمر البرلمان الحالي، ولن تختلف عن السنوات الماضية التي لم ينجز فيها مجلس النواب شيء أن يذكر. 7 من تشرين الأول المقبل هو موعد حل البرلمان لنفسه، أي قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ب3 أيام، في وقت ما زال عمله معطلا بعد جلسته الأخيرة التي عقدت مطلع الشهر الجاري ورفعت حتى إشعار آخر، على الرغم من وجود أكثر من 10 قوانين معطلة على جدول أعماله، أبرزها العنف الأسري وحرية التعبير وقانون إصلاح النزلاء، وهي قوانين كان من المفترض أن تمرر خلال الدورة الحالية. انتقادات كثيرة وجهت للبرلمان في دورته الحالية والتي تعد الأضعف بين الدورات السابقة بسبب رهنه بإيرادات الكتل السياسية المتنفذة، حيث يؤكد النواب أن جهات سياسية تسعى لتعطيل عمل البرلمان لمنعه من استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد، فيما يرى نواب آخرون أن أي عودة لعمل البرلمان لن تكون إلا برغبة القوى الكبيرة المهيمنة على عمله. عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسين الغزي قال إن أغلب القوانين في البرلمان سترحل إلى الدورة البرلمانية الجديدة بسبب انشغال النواب المرشحين بالحملات الانتخابية التي بدأت مبكرا. مراقبون يرون أن البرلمان لم يؤدي دوره الرقابي والتشريع المفترض خلال دورته الحالية، فالتوافقات والإرادات السياسية والمساومات فرضت نفسها على عمله، فيما تسعى الكتل الكبيرة إلى مسابقة الزمن من أجل تحقيق مكاسب انتخابية في ظل انهيار شبه كامل وعلى كل المستويات في العراق، وأزمة اقتصادية ومالية خانقة تعصف بالبلاد.